قيمته تصل إلى 5 مليون دولار مخصصة من إيرادات حقل الأحدب النفطي ضمن المساهمة الاجتماعية لعام 2015 لإعمار المدن القريبة من آبار النفط، حيث تم تخصيص بما نسبة 90% لناحية الأحرار والمتبقي إلى قضاء النعمانية، والتي شملت 12 مشروعا خدمية كان أبرزها إيصال خطوط الكهرباء وبناء المدارس. نبارك لأبناء هذه المدن هذه المشاريع بعد أن كان هناك لدينا في المحافظة توقف كامل للمشاريع نتيجة عدم وجود السيولة المالية، لكن فتحت الأبواب عن طريق الشركات النفطية وعن طريق وزارة النفط في مساهمتها الاجتماعية. شكرا جزيلا. تم إحالة أيضا مشروع الشبكة الكهربائية لقضاء بدرة وجصان وزرباطية لعام 2016، ونحن الآن بصدد إعلان المشروع لعام 2017 حسب موافقة وزارة النفط، هو مشروع مستشفى 50 سرير، وإذا لم تكتمل أمور المستشفى سوف يتم إحالة مشاريع غير المستشفى. التخطيط العمراني أول مشروع اللي طلبناه هو الدراسة والتصاميم اللي راح يكون ضمن المساهمة الاجتماعية، وهذا تعرف هذا المشروع مهم، مشروع تخطيطي، انه ما تقدر ولا تتحرك ولا تعمل اي مشروع اذا ما كنت تخطيط سابق، هو التخطيط هذا اللي قلت لك عليه. احنا يعني كناحيه تقريبا تخطيط يعني عمراننا الحمد لله والشكر كمركز مدينه، لكن احنا معاناتنا بالريف، عندنا 49 قريه متراميه الاطراف، حدودنا مع محافظه الديوانيه انت بعلم من عندها، هذه القرى يراد لها مد شركة مد شوارع وإسالات مي. تعرف أن مدينة النعمانية تفتقر إلى كل الطرق وكل المستلزمات فيها، فهذا 10% اللي هو مبلغ بسيط جدا، ولكن استثمرنا هذا بأحسن طريق، واللي هو الطريق الحيوي اللي يربط النعمانية بالأحرار ومركز النعمانية، ونتأمل خير إن شاء الله بالمستقبل أن نحصل مبالغ أخرى حتى نكمل مدينتنا مدينة النعمانية. عجزت هذه المدن الصناعية القيمة من مواردها الطبيعية من وجود أي مشروع استثماري، وعز أسباب ذلك إلى ضعف القانون والتقاطع مع الوحدات الإدارية في المحافظات. تعرف أنت قانون الاستثمار في العراق قانون شوية ركيك كلش ومو قوي ومو مساند للمستثمرين بالبلد، يعني أنت لو تعرف أن المستثمرين بالبلد يصير عدة فد مشاكل كلش قوية يلا عملية الاستثمار، يعني قانون الاستثمار صراحة مو ذاك الفعال اللي مضبوط 100% حتى نقدر نقول نعتمد عليه. أما هو الاستثمار هو يبني البلد، وباستثمار نقدر حتى البنية التحتية، ولكن الاستثمار الروتين القاتل الروتين الممل التي يؤدي إلى عدم استثمار وشركات استثمارية بالبلد. لا توجد أي فرصة استثمار من ناحية، فقط تنمية الأقاليم سنة 2013 اللي أخذناها من شركة نفط الوسط. ما هي الأسباب من أسباب ذلك؟ أسباب هناك الروتين الحكومي اللي يعني تصور أنت من 2013 لحد 2015 انطلقت مشاريعنا 2015، روتين تعب المدينة متضررة من جراء الأحدب رغم أنها ثروة وطنية ما نقدر نفرط بها. كما بين القائمون على المساهمة الاجتماعية من أن الأسبوع القادم سيتم أيضا إحالة 24 مشروع ضمن مبادرة عام 2016، والتي تتكون من طرق ومباني خدمية وصحية تتجاوز 5 مليون دولار.